أستاذ مصطفى، اللي تحدثت لي إحنا كنا نسمع يمكن من خلال قصص بين بحث عن كواكب معينة وإيجاد الحياة فيها، حتى في الكوكب المريخ دائما يبحث الإنسان أو وجود بيئة لعيش الإنسان. حضرتك ذكرت قضية جدا مهمة، ذكرت كل شيء بالحياة مرتبط بالكواكب، حتى علم الفلك بالإنسان يقول له طالع بالنسبة لك جيد، يتحدث عن قضية الكواكب. مرات تسأل الباحثين من الفلك يقول له شنو مثلا هذا الكوكب، يقول لا مو الأرقام اللي موجودة، هذا الكوكب من يكون في التاريخ الفلاني يغير مجرى الحياة بالنسبة للإنسان على صعيد الأبراج. لكن حضرتك شنو اللي ممكن نستفيده من هذا الارتباط الوثيق بين حياة الإنسان والكواكب من خلال تجربتك بالنسبة للوطن العربي؟ في حاجات كتير. أولا الموارد المحدودة على كوكب الأرض، ممكن يلاقي موارد وخامات ومواد جديدة على كواكب تانية نقدر نستفاد بيها. برضو الإنسان مش عارف يستوعب أو مش عايز يصدق إن هو الوحيد اللي موجود في المجرات وفي الكون كله. فعنده احتمالية دايما ان هو بيبحث، لا لازم يكون في حياة تانية. فده شغف ورغبة عملت انتشار الرحلات الفضائية اللي بتبحث عن حياة. كم نسبة اكو حياة تانية في كوكب؟ والله لو هتسألني على رأيي الشخصي، انا معتقد ان في حياة في كوكب تانية بس لم يتم اكتشافها. لكن النظريات متساويه، في نظريات بتقول ان في حياه وفي نظريات بتقول لا. حياه يعني ميه وهواء ولا بني ادمين؟ كائنات، مش هنقول كائنات. ممكن كائنات. هذا الحديث يعني قديش هو واسع، ويعني بعتنا لعالم ثاني، عالم الكواكب والمجرات والسماء والفضاء والفلك اللي مش ممكن يوقف عند حد معين او ينتهي. عشان هيك شفت كلياتنا سرحنا معك وصرنا نتخيل بالحياه الثانيه وفي طبعا. الكواكب الثانيه وفي الكائنات، لانه هذا كان حلم من ايام الطفوله، فكره الفضاء والكائنات الاخرى والعالم الاخر. لا، وفكره المجهول يا ياسمين بالضبط. رسول الوقت يقول لك ايه، اصل دول كائنات جايين من الفضاء، والافلام افلام كيف ممكن السينما. تكون شكل المجال ده اصلا يعني الفضول والشغف ده، واكيد يعني رب العالمين والخالق لكل هاي الاكوان ما خلقها لنا لحالنا بهاي العظمه وهاي المساحات الشاسعه والمجرات الواسعه. بس انا بدي انتقل انا وياك لموضوع هندسه الطاقه، وانت كنت حاصل على المركز الثالث في مسابقه كوريا الجنوبيه. كيف حصلت عن شو وكيف وصلت لكوريا الجنوبيه وهذا التقدم والتطور اللي كمان يعني مصر أثبتت بأبنائها إنها قادرة على إنها تضاهي كل الدول المتقدمة؟ هو الجهاز ده عبارة عن وحدة لتوليد الطاقة، عبارة عن موتور وجنريتور، بس بلت إن الوحدة متكاملة مع بعض. أنا بستخدم فيه المجال المغناطيسي، وبرضو في نفس الوقت بستخدم فيه السولار سيل، بس مش بستخدم فيه السولار سيل على أساس إن هي ثابتة بيجي عليها الضوء بتحول الطاقة، لا. انا بستخدم الخليه الشمسيه ان هي تولد في الملف شحنه مغناطيسيه، فالشحنه بتتنافر مع مغناطيس طبيعي موجود بيبدا يديني حركه مستمره، وقدرت ان انا اخلي الاحتكاك بيساوي صفر. الاحتكاك بتاع الجزء اللي بيدور في النص ده بقى بيساوي صفر، فبالتالي سرعته بقت عاليه جدا بتوصل 5000 ار بي ام. شاركت بيه في مسابقه اسمها بايكس بو، ودي اكبر مسابقه على مستوى العالم في مجال هندسه الطاقه، هي متخصصه فقط في مجال الطاقه، بتعملها كيبيكو دي هي اللي بتعمل حاليا محطات الطاقه في مصر، ودي واحده من افضل 10 مؤسسات على مستوى العالم متخصصه في المجال ده، ولجنه التحكيم كان فيه من ضمن اعضاء 3 حاصلين على جائزه نوبل، وكانت المنافسه شرسه، بس الحمد لله ان انا حصلت على المركز الثالث، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي، مش عشان انا مش واثق في مشروعي، لا، انما عشان كان النموذج فيه بعض المشاكل، بس الفكره بتاعت المشروع نفسه هي اللي رجحت الكفه بتاعته واتقال عليها. وده برضو الكلام ده اكده معالي وزير الكهرباء الدكتور شاكر لما قال ان هي من افضل الافكار في القرن الحالي في توليد الطاقه.